فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد وأحضر دروس فضيلتكم يوم السبت والاثنين والثلاثاء، وهذا يترتب عليه أنني أصلي معكم المغرب والعشاء من هذه الأيام الثلاث المذكورة، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل تنصحونني بترك المسجد لملازمة هذه الدروس؟ لا إثم عليك في ذلك إذا عمت ووكلت من يصلي بالمسجد ممن يصلح للإمامة، فإذا وكلت واحدا يصلح للإمامة بدلا عنك في هذين الوقتين لحضور الدروس فلا حرج في ذلك، بل أنت مأجور إن شاء الله. نعم.